الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله مع التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يسعدنا وياكم. قولوا أمين يا جماعة. الوفاء قيمة هي من قيم النبلاء ومن قيم الطبقة دائما وأبدا، إنجاز التعبير نحن ممكن نسميها الطبقة العليا، يعني لأنها ضد الغدر والخيانة. الإنسان لما يكون وفي، وفاؤه مع ربه سبحانه وتعالى، ربنا خلقك وأوجدك في أحسن تقويم، فأن يكون الإنسان وفي مع ربنا سبحانه وتعالى يسخر كل هذه الأعضاء في طاعة الله عز وجل. يكون وفي مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه يقتفي أثر الحبيب عليه الصلاة والسلام في كل جوانب حياته، حيكون سعيد والله. لأنه حتى المنهج بتاع الوفاء اللي ربنا أوجده لنا في القرآن الكريم، أو هو القرآن الكريم منهج مرسوم على الوفاء، وذكر لنا ربنا فيه نبي من الأنبياء سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى، وفى سيدنا إبراهيم بعهده الذي قطعه مع ربه سبحانه وتعالى. شاف إنه بيذبح ولده في المنام، بعدين مسألة كانت رؤيا الأنبياء حق، فوفى بما رأى من طوالي ذهب ليذبح ابنه، وكانت القصة المعروفة المعهودة لدى الناس كلهم. الوفاء لما نقول إنسان وفي، محتاج له في حياتنا، لأنه سمات من هنا ومن هناك، منها الغدر زي ما ذكرت قبل شوية والخيانة. ولما نقول لك الإنسان ده لا يتسم بصفة الوفاء، بالتالي كل الناس المجتمع كله بينكمش منه. نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام اقترض له مبلغ من واحد من الصحابة، شو المسألة دي؟ فقال له أنا بوفيك المبلغ ده في يوم كذا تحت شجرة فلان. نزول الزمن ده طبعا واحد يكون داير منه قروش بيمشي من هنا وهناك ويكفي الهاتف بتاعه كده، لكن قال له أنا يوم كده أنا حوفيك المبلغ ده في تحت شجرة فلان. قالوا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول والثاني والثالث في نفس الوقت. قالوا فنسي ذلك الصحابي. قالوا فلما كان في اليوم الرابع جاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يلقى هذا الصحابي، قال له والله لقد شققت علينا يا هذا، فإني أنتظرك لثلاث خلت، ثلاثة أيام خلت أنا بنتظرك. يا جماعة ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، وفاؤه لزوجاته، وفاؤه للسيدة خديجة. خلونا نكون أوفياء دائما وأبدا في حياتنا، مع جيراننا ومع زوجاتنا ومع أهلينا ومع أصدقائنا، وخلوا وفاءنا دائما وأبدا الوفاء الأكبر والأعظم لكل ديننا ولكل وطننا ولبلداننا كلها. ربنا يجعلنا وياكم من الأوفياء. قولوا آمين.